خانم ماشي، شكرا لك. اي تكرم عينك يا خانم. فايزة أهلين، خبريني حبيبتي شلونك؟ مو كتير منيحة حبيبتي. ممكن نشرب قهوة أنا وأنت اليوم؟ أنا رايحة على المرسم بعد شوي، بس رح يكون عندي وقت فراغ، بشوفك هونيك. اتفقنا. ماجد اتصل فيكي؟ والصبح بعت لي مسج. ناريمان انت اليوم مو عندك دورة؟ ايه في عندي، بس مو جاي عبالي. طيب لشو؟ فخرية، بدك يعني اليوم اتركك بهيك حالة؟ اذا هلأ ما كنت جنبك امتى بكون معك؟ يا رفيقة عمري يا روحي انت، بكفي قاعدة هون حتى ما ابكي، بس رح تبكيني اكتر بعد هالحكي. يلا قومي لازم تروحي، جهزي حالك، لازم تتابعي دروسك، مستقبلي منتهي، بس على القليلة خلينا ننقذ مستقبلك مو نضيعه. سلميلي على ماجد وروحي على دروسك. ايه فخرية، انا اليوم ما بروح من غيرك لأي مكان ابدا. ليكي اذا بدي روح لازم اطلع من هون صح؟ ايه وشو معناها لازم نطلع مع بعض؟ لوين؟ على المرسم تبعكم؟ ايه على المرسم اول شي، بعدين لعند ماجد. شو قلتي؟ انتي وفخرية وماجد ارجي اغلو؟ صار لك شي؟ جنيتي اكيد، مخك طار. اسمعي، ايه ما فيني روح معك وانا بهالحالة؟ شوفي وضعي. مو مشكلة مو مشكلة، يلا تعي خليني مكيجك شوي.